السيك سير الايقاع طريقه جيده وفرصه هنا لصالح فريق الرجاء. الفرحة وعودة فرص التاول محسن متولي في هذا الأثناء. هنا بمركب محمد الخامس يجب ان يكون هذا المركب هنا. ياسين الحاد فرصة ياسين الحاد يوقف ضربة ترجيعية لكاربا ادريس الاحتياطي يضيع الضربة الترجيحية الثانية للاستيك. إذن فرصة للتقدم لصالح الرجاء. أظن أن فرصة لصالح الرجاء في هذه الأثناء. الرجاء يعود الليلة الرجاء ولكل المغاربة. ولما كان صوت الراس صاروا فيها من يام زمان ويا الوداد غير هرام كل شي مقرق كل شي سكران خلينا لكم البيرو او ما عرفتو ما ديرو جيراج باقي نيميرو البوكر في بلاد النيرو فرج رديتو في كازينو والجوكر بقيتو حاضنو Ale, 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 oh. Ale, 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 oh.